ما الضو ديالي يعني غوجيس واحد اخر بخلاف داكشي اللي كيعرفوني عليه المغاربه يعني دي واحد الضو بلوز او موان تري كالم تري بريسي تري فيرم تري انكادري شيف دو مافيا فالضو ديالي خرجني من واحد النمطيه اللي بغيتي تقول اللي جمهور كيعرف بها فيغ بوكر ممكن راك شفتي الفيلم يعني زيرو تبتسامه c'est-à-dire qu'à un autre registre où la direction de l'Mukhaïj Omar Lotfi a dirigé une fois le tigère libre à Oua ou le personnage qui est un homme ou qui est un le film qui est là où le Qilada on a vu le Oustad de l'Msah ou le Tilmid de l'Ou ou la mafia qui est là que je représente la mafia c'est ce qui est là où le عدت لي 3 فيلم لي 3 فيلم بلس الماستر وخديت لا كارت ريزاتور ودابا انا مصدد تحضير يعني الفيلم الطويل الاول ديالي واخا عندي بوكو ديفيكولتي مي انا كنتقن الفيلم كيهضر على واحد لوتور واحد الرومانسي كيكتب واحد الروايه على الاعدام ومني كيكتب الروايه وكيسالي على الاعدام السؤال هو واش الاعدام هو ليكزيكسيون ولا لاتون دو ليكزيكسيون ملي كيسالي كيخرجوا ليه دوك لي بيرسوناج ديال الروايه وكيحاكموه يعني فيلم دوتور ماشي فيلم كوميرسيال ماشي فيلم ما غيدير والو في لي صال لانه فيلم دوتور هادشي علاش خصني نقلب على دعم معين باش نقدر ندير هاد الفيلم هذا بيان سور كو لارتيست اللي توجور ايتي انتغري في لا بوليتيك يعني الفنان راه داخل السياسه والسياسي داخل الفنان هذه ظاهره بالعكس ظاهره صحيه ان ليزارتيست يتفاعلوا مع الـ مع الـ مع الاوضاع ديال السياسيه ديالهم ومع حكومتهم ومع الناس اللي كيحكموهم باش يكون داك التلاقح الا بغيتي تقولي الايجابي ويكون هذوك الناس اللي كيحكموا يسمعوا النبض ديال الشعب والشعب يوصل بسهوله الانتظارات ديالو وهذه مساله صحيه يعني طنجه كتبقى هذه سنين وهي كتعرض علينا في المهرجان الوطني كل المهرجان الوطني تفيكس في طنجه نتيجه للرقي والسمو ديال طنجاوه ان الناس طنجه وناس الشمال اون جينيرال كيتميزوا بواحد الرقي معين بواحد النظره فنيه وسينمائيه جميله تحيه كبيره لهم بيان سو كاع المغاربه ولكن كيبقاو عندهم غيزة زايده الشماليين وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.